المعاناة اللي بنعانيها بنعانيها من الاحتلال مش جديد علينا ولا هو قديم. الاحتلال هو احتلال في الأول والآخر، ما بيعطيك باقة ورق مشان يعني يوريك انه هو مليح. احنا شعب مثابر، شعب مناضل، شعب أصيل، احنا أصحاب هذه الأرض، يعني شاء الاحتلال أم أبى، وبالتالي بدنا نتحمل. يعني إذا ما تحملناش نود يتحمل عنا، احنا أصحابين القضية مش واحد ثاني. فلذلك لازم نظل مثابرين وصامدين وصابرين. قديش لك بتستنى وطبيعة المعاناة هون؟ والله أنا بستنى من الساعة 12 تقريبا، والمعاناة والله قاسية جدا. ما أقول لك يعني بتقعد لك ساعتين ساعتين ونص، ما بتشوف حالك إلا عند المخصوم، ولا هو بقول لك يا الله يعطيك العافية، يا الله توف، يلا مع السلامة، بس مشان تنغيص فقط لا أكد ولا أكل. يعني عاد لنا ساعتين هين دائما يعني بنعاني في المنطقة هين، ساعتين بعد مرات ثلاث ساعات بعد مرات ساعة بنقعد في هالأزمة. طيب كل يتذكر، طيب كل مر كل واحد جل 10 دقائق ربع ساعة مر كل سيارة واحدة. Thank you.